من أجل تحسين الحياة الاجتماعية والعلمية البيداغوجية للأستاذ الباحث الدائم حول مراجعة القوانين الأساسية، نظم ملتقى وطني للاتحادية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي المنضوية تحت اللواء للاتحاد العام للعمال الجزائري، وبالتنسيق مع جامعة عمار ثليجي بالأغواط بحضور رؤساء الجامعات وأساتذة باحثين وممثلي النقابات وأمين العام للاتحادية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي البروفيسور السيد عمار مسعود. التغطية لطولبية محمد صالح. بسم الله الرحمن الرحيم. بروفيسور عمار مسعود، أمين العام للاتحادية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، منضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين. ارتئينا تنظيم هذا اللقاء بغرض مراجعة هذه القوانين الأساسية، خاصة وأن السيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون استجاب استجابة إيجابية لمطلب الاتحادية ومطلب حتى مختلف الشركاء الاجتماعيين على مستوى كل القطاعات. قمنا بتنظيم سلسلة من اللقاءات، سلسلة من الملتقيات الوطنية العلمية بغرض إثراء هذا المشروع، بغرض جلب العديد من المقترحات على مستوى القاعدة، على مستوى المؤسسات الجامعية والبحثية، بغرض تقديم مشروع، تقديم مقترحات وافية شافية وكافية وتشمل كل متطلبات زملاء الأساتذة والباحثين الدائمين. هذه المناسبة هي تتويج كما قلت لمسيرة من السعي الحثيث للاتحادية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، والتي عكفت من خلالها على عدة ملفات محل اهتمام الزملاء الأساتذة والباحثين. وأعتقد أن في مقدمة هذه المطالب وهذه الملفات هو تحيين الإطار القانوني بما يتوافق والمتطلبات المهنية والاجتماعية لهذه الشرائح، وبما يكفل الأداء الأفضل والجودة المرجوة والمردودية الأمثل لأفراد هم نخبة المجتمع، وهو ما أشار إليه السيد رئيس الجمهورية في عديد من المناسبات.